السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة نقدمها لكم حول الاحتفاء باليوم الدولي للبرلمان الدولي، بالإضافة إلى أبرز أخبار ما يدور في أروقة مجلسي الشورى والنواب بصورة تبين نشاط المجلسين. وفي حلقة هذا الأسبوع سوف نشاهد معا: رئيسة مجلس النواب تؤكد أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مثل انفتاحا على مرحلة تاريخية جديدة منحت البحرين تجربة ديمقراطية تليق بالعمق الحضاري الذي تتمتع به وتعكس تطلعات الشعب البحريني. ورئيس مجلس الشورى يؤكد أن العمل البرلماني في البحرين تاريخ من الشورى والمشاركة الشعبية، وأن العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى أشرق عندما تولى جلالته مقاليد حكم البلاد، فقد كان ذلك إذانا بدخول البحرين في مرحلة جديدة قوامها تدعيم دولة القانون وإعادة الحياة البرلمانية. أهلا بكم في برنامج في المجلسين، ونبدأ بأخبار رئيس مجلسي النواب والشورى، حيث رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، مؤكدة معاليها أن ما تحقق من إنجازات لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى من دعم ورعاية كبيرين للسلطة التشريعية منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة شكلت نقلة نوعية في مملكة البحرين وعهدا جديد من الإصلاح. كما بعثت معاليها برقية تهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدة بما تبذله الحكومة الموقرة من تعاون مستمر مع السلطة التشريعية نحو خلق نموذج ناجح من نماذج الدول المتقدمة وما تشهده من سلسلة مشاريع تطويرية مهمة تم إنجازها على مختلف الأصعدة. أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مثل انفتاحا على مرحلة تاريخية جديدة منحت البحرين تجربة ديمقراطية تليق بالعمق الحضاري الذي تتمتع به وتعكس تطلعات الشعب البحريني. وأشارت معاليها إلى أن واقع العمل الوطني في مملكة البحرين مستنيرا بالرؤى الملكية السامية قد جعل من مبدأ التوافق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الموضوعات والقضايا المختلفة نقطة التقاء جامعة لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين، مشيرة إلى أن ثمار التعاون البرلماني مع الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ساهم في الارتقاء بالمكتسبات الوطنية. جاء ذلك خلال الندوة الحوارية بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني بمشاركة معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس الاتحاد البرلماني العربي، الذي أكد أن العلاقات الإماراتية البحرينية تأكيد للنموذج المتميز على مختلف الأصعدة وتعكس الروابط الوثيقة للمصير المشترك والمصالح المتطابقة في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، بما يعكس الرؤية المشتركة لبلدينا في التعايش والانفتاح الحضاري على ثقافات الآخرين دون التخلي عن قيمنا وثوابتنا وقيمنا الوطنية. ومن جانبه أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مملكة البحرين بفضل من الله وبحكمة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وبالدور القيادي الفاعل لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ونتيجة للتعاون المستمر بين السلطات في إطار أحكام الدستور نجحت في مواجهة الظروف الاستثنائية بإجراءات استثنائية. ومن جهته أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن وزارة الخارجية تستمد من رؤى وتوجيهات جلالة الملك المفدى ودعم ومساندة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمبادئ والقواعد والأهداف التي من شأنها أن تحقق سياسة خارجية ناجحة وبناءة تعمل على المحافظة على سيادة واستقلال المملكة وأمنها واستقرارها وازدهارها. وعلى ذات الصعيد أكد سعادة العضو جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني لا يكتمل دون أن نؤكد على أهمية توسيع مشاركة المرأة والشباب في العمل البرلماني.
إن الاحتفاء بهذه المناسبة يمثل استدعاء للدور المفصلي الذي تؤديه البرلمانات في التعبير الحضاري عن الشعوب والحفاظ على مصالحها ومقدراتها من خلال الأدوار التشريعية والرقابية وتوظيفها في الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة وتعزيز الحقوق الإنسانية وصولاً للغايات الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي على كافة المستويات. ويتعهد العالم في هذا اليوم الأسس التي تقوم عليها المسارات الديمقراطية وما ترتكز عليه من مبادئ يشكل تمثيل البرلمانيين للمواطنين والسعي للتحقيق تطلعاتهم اللبنات الأساسية لها، إذ يقع على عاتق البرلمانيين الاشتغال بصورة دائمة على ترسيخ الثوابت الديمقراطية وإحداث مراجعات مستمرة وتدقيق شامل ومركز وتقييم لأطر العمل وما تحقق أزاءها من نتائج وما ينبغي تحقيقه من إنجازات تصب في صالح المجتمعات. السيدات والسادة، من المؤكد أن التمثيل البرلماني يحتاج لمنظومة مؤسسية دستورية متكاملة على المستوى الوطني لكل دولة حتى تؤدي البرلمانات دورها المأمول ضمن سلطة مستقلة، وذلك تحديداً شكل الرافعة الأسمى لتجربة مملكة البحرين التشريعية، حيث جاء المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ليمثل انفتاحاً على مرحلة تاريخية جديدة تمنح البحرين تجربة ديمقراطية تليق بالعمق الحضاري الذي تتمتع به، وتعكس تطلعات الشعب البحريني في دولة مدنية تقوم على أسس قانونية متينة ومؤسسات رصينة ومعطاءة ترتكز على دستور عصري متقدم وميثاق وطني شكل قاعدة طموحات اجتمعت عليها إرادة الحكم الرشيد مع تطلعات الشعبية. خلال كلمة ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى في ندوة أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية بعنوان منظومة التشريع ومراكز صنع القرار، إضاءات مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين، والتي تزامنت مع مشاركة مملكة البحرين في الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن تاريخ العمل البرلماني في البحرين هو في بعض وجوهه تاريخ للشورى والمشاركة الشعبية على هذه الأرض الطيبة، حيث دأب حكام البحرين منذ قيام الدولة الحديثة على التمسك بعرى المشاركة والمشاورة والمداولة مع ذوي الرأي والمشورة من رجالات البحرين قاطبة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معالي رئيس مجلس الشورى في ندوة أقامها معهد البحرين للتنمية السياسية بعنوان منظومة التشريع ومراكز صنع القرار، إضاءات من مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين. ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أشرق عندما تولى جلالته حفظه الله مقاليد حكم البلاد، فقد كان ذلك إذانا بدخول البحرين في مرحلة جديدة قوامها تدعيم دولة القانون وإعادة الحياة البرلمانية على أساس من المشاركة الشعبية في إطار ميثاق العمل الوطني. خلال إنابة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينة رئيسة مجلس النواب سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب في ندوة منظومة التشريع ومراكز صنع القرار، إضاءات من مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية مساء الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، وبمشاركة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ومعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وسعادة الدكتور فيصل رضي الموسوي رئيس مجلس الشورى السابق، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار الشخصيات والضيوف الإعلاميين. أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أن ميثاق العمل الوطني يعد وثيقة تقدم شامل من قائد حكيم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأنه جاء بحجم تطلعات وطن طموح وشعب اتسم بالوعي والثقافة
ومعبرا عن تلك الآمال بتجربة سياسية رائدة وضمن ممارسة برلمانية أصيلة، وقد تجلت الحكمة السامية والرؤية الثاقبة من الأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية، مشيرة معاليها إلى أن مملكة البحرين تمكنت خلال جائحة كورونا واستنارة برؤى وتوجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أن تقدم نفسها دولة رائدة ونموذجا متميزا يحتذى به عالميا في وضع المبادرات الفاعلة والاستراتيجيات المثالية لإدارة الأزمات، مضيفة أن المرأة البحرينية أصبحت شريكا أساسيا في إثراء المنجزات الحضارية للمسيرة التنموية الشاملة والانتقال من مرحلة التمكين والنهوض إلى مستوى التقدم في كافة المجالات، وفق ما أولته صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله من حرص واهتمام. وللحديث أكثر حول ندوة منظومة التشريع ومراكز صنع القرار إضاءات من مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية مساء الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، معنا عبر الهاتف سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب. أهلا وسهلا بك سعادة النائب، ولو حدثنا أكثر عن هذه الندوة. يا مرحبا ومسهلا، ورحب فيكم كل المشاهدين الكرام. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تنظيم هذه الندوة كانت من معهد البحرين للتنمية السياسية في ندوة منظومة تشريع ومراكز صنع القرار إضاءات من مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين. طبعا كانت تحت رعاية معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب، وأنا تشرفت حقيقة بإجابتها وإلقاء الكلمة بالنيابة عنها بحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسوم رئيس البرلمان العربي. طبعا هذه الندوه جاءت يعني متكامله واحتفاء بمناسبه اعتمدت الجمعيه العامه للامم المتحده. طبعا هذا اعتراف بالدور اللي طلع فيه البرلمانيين على المستوى الوطني واعتماد برامج سياسات حكوميه ووضع التشريعات اللازمه لتحقيق طموحات المواطنين وامالهم. هذه الندوة جاءت في محلها، وأنا ما يفوتني حقيقة في البداية أن أشكر سعادة وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية على إقامة مثل هذه الندوات اللي تسلط الضوء على المسيرة الديمقراطية والتنموية الشاملة في البحرين. طبعا هذه المسيرة المباركة الآن تسير بخطى واثقة وتزداد قوة يوم عن يوم من أجل الوطن والمواطنين، في تلاحم للجهود الوطنيه، تكامل للعمل بين مؤسسات الدوله. نسعى احنا في مجلس النواب من خلال تعزيز العمل بروح الفريق الواحد بين السلطه التشريعيه والحكومه الموقره برئاسه صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظه، ونوظف التعاون المشترك وترسيخ اسس العمل الديمقراطي والارتقاء بالممارسات الحضاريه والدستوريه. بما أن البحرين أصبحت دولة القانون والمؤسسات، طبعا تسليط الضوء في مثل هذه الندوة المهمة على ميثاق العمل الوطني، ولا شك أحب أسلط الضوء على وجود المؤسسات التشريعية حقيقة في أي بلد من بلدان العالم، وما تقوم به من دور تشريعي ورقابي يوفر حقيقة ضمانة قوية تعزز الشفافية والمساءلة. لذلك تحرص البرلمانات أن هي توظف الأدوات الدستورية وكل اللوائح اللي لها بما تعود بالنفع على الوطن والمجتمع وتحقيق اهداف التنميه المستدامه. نعم. سلطنا الضوء امانه على موضوع ميثاق العمل الوطني اللي هو يعني الشراره اللي انطلقت منها المسيره الديمقراطيه والمشروع الاصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه، وبين انه وثيقه تقدم شامل من قائد حكيم يعني تطلع تطلعات طموح الشعب، وشعب البحرين الحمد لله واعي ومثقف وعنده استعداد للتطور الديمقراطية. لذلك الحمد لله نجحت التجربة هذه بالمشروع الإصلاحي جلالة الملك. نعم. سعادة النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. وجهت معالي رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينب كلمة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني. لم يعد ممكنا اليوم الحديث عن التقدم المأمول وتعبيد الطريق نحو الأهداف الديمقراطية وبلوغ الغايات المنشودة بمعزل عن الإقرار بأهمية إحداث نقلة ملموسة في تمثيل وتمكين الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية
التي يعول عليها في تحقيق تقدم إيجابي والارتقاء بالجهود التنموية للدول والمجتمعات. ونحن إذ نحتفل باليوم الدولي للعمل البرلماني، فإننا اليوم أكثر حاجة من أي وقت مضى للشروع في تفعيل برامج عملية تعزز من مشاركة الشباب في العمل البرلماني. وما إصرار الاتحاد البرلماني الدولي على طرح هذا الملف على طاولة الحوار الجامعة لكافة البرلمانات العالم إلا تأكيد على أهمية إحداث مراجعة شاملة وفاحصة وتسليط الضوء على واقع التمثيل الشبابي في البرلمانات التي لم تتعدى نسبتها بحسب الإحصاءات الأخيرة 16%. الأمر الذي يتطلب جهوداً حثيثة من الجميع لإحداث تغيير إيجابي في تمكين الشباب سياسياً واستثمار إمكانياتهم للوصول إلى ممارسات ونتائج ديمقراطية أفضل. ولوضع التوجهات في إطار عملي، فإن ذلك يتطلب جهوداً وطنية تقوم عليها سياسات كل دولة وتحتم وضع ملف تمثيل وتمكين الشباب ضمن أولوياتها، وهو ما وجدناه في مملكة البحرين سواء ضمن النظريات والأدبيات والأطروحات المستقاة من رؤى وتوجهات القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، بما يراه جلالته من أن مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية، وإن عملية إشراكهم في الشأن الوطني رهان رابح في كل الأحوال، أو من خلال تضمين الخطط الوطنية وتوجيه الجهود لترجمة تلك التطلعات لواقع عملي نجده في التنامي المضطرد لنسبة تمثيل الشباب في مواقع صنع القرار سواء في السلطة التشريعية أو في السلطات الأخرى في مملكة البحرين. ولما كانت الفرص المعززة لانخراط الشباب في العملية السياسية تتطلب التهيئة بدءا من تعلم أبجديات السياسة والتعرف على المفاهيم الديمقراطية وسبل ممارستها، فقد أخذ مجلس النواب في مملكة البحرين على عاتقه توظيف الدور التشريعي والتثقيفي لتمكين الشباب من خلال الحرص على وجود لجنة برلمانية نوعية دائمة للشباب وإطلاق المبادرات التوعوية والنوعية كبرنامج الثقافة البرلمانية الذي يستوعب سنوياً أكثر من 1000 شخص، وإطلاق برلمان الشباب الذي نستعد لإقامة نسخته الثانية بعد تجربة سابقة حققت نجاحات واسعة في تقريب الشباب للعملية التشريعية وإشراكهم في تجربة محاكاة برلمانية يعبرون من خلالها عن آرائهم بحرية ومسؤولية وعبر القنوات الحضارية. ختاماً أشكر الاتحاد البرلماني الدولي على اهتمامه المتواصل بموضوع تمكين الشباب وتعزيز تمثيلهم في العملية السياسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما وجه معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كلمة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني التي تأتي هذا العام تحت شعار قل نعم للشباب في البرلمان. إنما تمر به مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة وهي تتصدى لأزمة صحية مستجدة وهي جائحة فيروس كورونا، فرضت العديد من المتغيرات وجاءت بالمزيد من التحديات، وعليه وجب علينا لزاما أن يتاح أمام الشباب المزيد من الفرص العلمية والمعرفية ليتمكنوا من الإسهام في تطوير الشأن التنموي وبأساليب مبتكرة تسرع في تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة. كما أود في هذه الكلمة أن أنوه بأهمية العمل البرلماني في دعم ومساندة الجهود التي تبذلها الحكومات خلال هذه الفترة لمواجهة القضايا المهمة والطارئة ومناقشة وإقرار التشريعات التي تتناغم مع احتياجات المرحلة الحالية. فعلى الرغم من الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا
إلا أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، عملت على تعزيز العمل والاهتمام بفئة الشباب على كافة الأصعدة. ومن أبرز مظاهر هذا الاهتمام إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف بغية توفير 25,000 وظيفة و10,000 فرصة تدريبية خلال هذا العام يستفيد منها فئة الشباب. كل هذه الجهود المتضافرة التي تطلع بها السلطة التنفيذية والتشريعية على حد سواء بالاهتمام بالعنصر الشبابي تعد انعكاسا للرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى رعاه الله، والتي تؤمن بأن الشباب هم قوة بناء للأوطان. ختاما نتوجه بالتحية والتقدير في هذه المناسبة لكل برلمانات العالم، ونبارك جهودها التي تصب في تطوير الحلول المبتكرة لتحديات التعليم والتكنولوجيا وتحقيق التنمية الاجتماعية والسياسية التي تهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة للشباب ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم ودولهم، بما يؤدي إلى خلق عالم أكثر أمن واستقرار. كما نتقدم بخالص التهاني وأطيب التمنيات للاتحاد البرلماني الدولي بمناسبة ذكرى تأسيسه، مشيدا بالدور البارز والمهم الذي يطلع به الاتحاد في دعم المجالس والبرلمانات في مختلف دول العالم وتعزيز الممارسة الديمقراطية بها وبناء قدراتها، وكذلك في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الموضوعات الحيوية. تحت رعاية معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينان رئيسة مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبتنظيم من الأمانتين العامتين للمجلسين، أقيمت ورشة عمل بعنوان قل نعم للشباب في البرلمان، والمقامة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني عبر البث المرئي. شارك في ورشة العمل عدد من أصحاب السعادة النواب وعدد من الأعضاء المشاركين في برلمان الشباب 2020. ومن جانبه أكد سعادة النائب أحمد العامر رئيس اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة في مجلس النواب أن مملكة البحرين سعت بكافة مواردها وإمكانياتها المتاحة نحو إيلاء فئة الشباب جل اهتمامها، وذلك إيمانا منها بما تشكله هذه الفئة من أهمية رئيسية في مسيرة البناء والإصلاح والتطوير. ومن جانبه أكد سعادة السيد نوار علي المحمود عضو لجنة شؤون الشباب في مجلس الشورى أكد على الاهتمام الخاص الذي توليه السلطة التشريعية في مملكة البحرين لقضايا الشباب من خلال توظيف الأدوات الرقابية والتشريعية التي أتاحها الدستور واللوائح والقوانين لدعم قضايا الشباب ذودا عن حقوقهم وسعيا من أجل تعزيز مشاركتهم في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تأتي هذه الفعالية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبرلمانية تحت شعار قل نعم للشباب في البرلمان، طبعا سلطنا الضوء على الجهود الرسمية والبرلمانية نحو تمكين الشباب وتهيئتهم للعمل البرلماني. وكلنا نعرف اهتمام سيدي جلالة الملك في فئة الشباب أبنائه وبناته من مملكة البحرين في تهيئتهم وتمكينهم، الذي يخلو من خطاب من سيدي جلالة الملك إلا هناك فيه اهتمام كبير لأبنائه وبناته شباب مملكة البحرين، وأيضا هناك اهتمام كبير أيضا من السلطة التشريعية في تمكين الشباب في تهيئتهم في إعدادهم في من خلال دورات وورشات، بالإضافة لمشاركتهم جلساتنا الرسمية لزيادة ثقافتهم في العمل البرلماني وأيضا زيادة ثقافتهم في مؤسسات الدولة. تشارك السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب المجتمع الدولي في الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يصادف 30 من شهر يونيو كل عام، وبما يتزامن مع ذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي
ويحرص مجلسا الشورى والنواب على المشاركة الإيجابية في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات مع المجالس التشريعية والبرلمانات بمختلف دول العالم، والبالغ عددها 179 برلمان عضواً في الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بهدف دعم الجهود الدولية. وهنالك المزيد من التفاصيل بالتأكيد في سياق هذا التقرير. حققت السلطة التشريعية بمملكة البحرين مكانة برلمانية مرموقة وحضورا مشرفا في المحافل البرلمانية على المستويات العربية والإقليمية والدولية، واستطاعت تقديم نموذج متميز في المشاركة الفاعلة والإيجابية مع مختلف الموضوعات والقضايا. وحرصت السلطة التشريعية على مدى 18 عاماً من انضمامها كعضو في الاتحاد البرلماني الدولي أن تساهم في تقديم الاقتراحات والمبادرات والآراء لمعالجة القضايا والموضوعات. وحظيت السلطة التشريعية بمملكة البحرين باحترام وتقدير كبيرين من البرلمانات الخليجية والعربية والدولية. شاركت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين رئيسة مجلس النواب عبر تقنية الاتصال المرئي في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات SWCSP واجتماع قمة رئيسات البرلمانات والمقرر عقدهما في فيينا خلال شهر أغسطس القادم. وتأتي مشاركة معالي رئيسة مجلس النواب في اجتماع اللجنة التحضيرية بصفتها ممثلا عن المجموعة البرلمانية العربية، حيث تم اختيار معاليها لتمثيل المجموعة البرلمانية العربية تأكيدا على الدور الفاعل والمتميز للدبلوماسية البرلمانية بمملكة البحرين، والذي يعد إضافة نوعية للمنجزات الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. أكد سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أهمية توسيع مشاركة المرأة والشباب في العمل البرلماني، وضرورة توفير كافة السبل لهم للوصول إلى مقاعد صنع القرار في السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب عليهما العمل معا لتحقيق الأهداف والغايات التي رسمها ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وذلك لبناء مستقبل أفضل للجميع. وبين فخرو أن الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يصادف 30 من شهر يونيو كل عام مناسبة تأتي في أوانها، وتتيح الفرصة للتذكير بالدور المحوري والهام للبرلمانات في إعطاء الشعوب الحيز الملائم للتعبير عن آرائهم والقوى اللازمة لوضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها إلى جانب التشريع وإصدار القوانين. وللحديث أكثر حول اليوم الدولي للعمل البرلماني، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى عضو لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني في الاتحاد البرلماني الدولي. أهلا وسهلا بك. يا هلا يا مرحبا. طيب، إذا سمحت لنا تحدثينا عن أهمية وخصوصية اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يحتفي به العالم بأسره. طبعا بداية أنا أتوجه جزيل الشكر والتقدير لتلفزيون البحرين على مساندة العمل مجلس الشورى والسلطة التشريعية. طبعا بالنسبة لهذه المناسبة بالتأكيد هاي مناسبة دولية مهمة لكل برلماني وعضو في السلطة التشريعية، ليس فقط على مستوى البحرين، على مستوى كل العالم، لأنها تعتبر هاي الاحتفالية محطة لتسليط الضوء على المنجزات والنجاحات اللي تحققها السلطة التشريعية على مستوى العالم. احنا طبعا في مملكة البحرين نفخر ونعتز في هذا اليوم وبالمسيرة التشريعية والديمقراطية اللي تحققت واللي انطلقت مع المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، والداعم والمساند دوما للعمل التشريعي، حيث ان جلالته حريص دائما على ان تكون تشريعاتنا ملبية للتطلعات وطموحات المواطنين وتكون دائما متوائمة مع التطور والتقدم في البحرين. وطبعا وفي تعاون بناء بين السلطة التشريعية والتنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه، وهاي التعاون أدى إلى تكامل الجهود بين السلطتين واللي أسهمت في الإنجازات لبناء نهضة البحرين. في الحقيقة السلطة التشريعية في البحرين في غرفتها غرفتيها الشورى والنواب
في لها مكانة مرموقة على مستوى البرلمانات الخليجية والعربية والدولية. طبعا هذه تحققت نتيجة إلى جهد دؤوب من أعضاء سلطتين، فعكست الصورة المشرفة اللي إحنا حقيقة نفخر ونعتز فيها. نعم. اليوم البحرين أصبحت حاضرة في جميع المحافل البرلمانية، وفي هناك تفاعل إيجابي كبير بين أعضاء السلطة التشريعية مع مختلف القضايا اللي تطرح أمام المؤتمرات الدولية. نعم. واللي يعني أدت إلى إبراز الجهود التشريعية في كل المجالات. احنا طبعا عندنا منظومه تشريعيه جدا قويه ومتطوره تزخر فيها مملكه البحرين، وموضوعات حيويه ومهمه منها حقوق الانسان، حقوق المراه، التنميه، الاقتصاد، الاستثمار، حمايه الاطفال، التعليم، وغيرها كثير من المجالات. نعم. اللي قطعنا فيها احنا شوط كبير على المستوى التشريعي، وهذه. نعم. القاعده اللي احنا يعني تاسست وتطورت في كل مراحل والنمو، هذه يعني طبعا لابد من إبرازها وأيضا البناء عليها وتطويرها. نعم. لذا دعيني أسألك سيدة جميلة إذا سمحت لي، يعني نعم، بلغة البرلمانيين ما أهمية وجود مملكة البحرين كعضو في لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني؟ طبعا يعني في البداية لازم أوضح أن كل اللجان في الاتحاد البرلماني مهمة، واحنا في البحرين عندنا وكل لجنه تختص بموضوعات وملفات معينه. مملكه البحرين عضو الان في 4 لجان في البرلمان الدولي، في البرلمان الدولي، وفي السابق ايضا عندنا يعني استطعنا ان احنا نحصد عضويه عدد كبير من اللجان. انا في السابق كنت عضو في لجنه الديمقراطيه لحقوق الانسان اللجنه الثالثه، وكنت امثل مملكه البحرين والمجموعه العربيه. نعم. لجنه تعزيز احترام القانون الدولي الانساني اللي انا طبعا اتشرف اني انا امثل مملكه البحرين فيها، في الحقيقه هاي اللجنه تعتبر من اللجان الرئيسيه والمهمه. نعم. تعمل على مراقبه الالتزام باتفاقيات جنيف اللي تحمي يعني تهدف الى حمايه غير المشاركين في النزاعات المسلحه، وايضا يعني ترفع الوعي بمعامله اللاجئين والمشردين في الدول، وكذلك مساله عديمين الجنسيه، من خلال تشجيع البرلمانات على دعم التغييرات في السياسه والممارسات. واهميه وجود مملكه البحرين في هاي اللجنه انطلاقا من تاكيد مملكه البحرين المستمر على دعم السلام والتعايش والسلم الدولي، وهذا جلاله الملك اللي بنى هذا يعني هذه القاعده. البحرين دائما يعني تدعو الى السلام والتعايش، واحنا يعني اللي متابع المسيره اللي احنا حققناها في هذا المجال جدا كبيره. نعم. فهذه الجهود اللي تقوم فيها البحرين من مسانده اللاجئين والمشردين وما تقدم واللي تقدمه من مساعدات انسانيه واغاثيه، هاي يعني طبعا له بصمه على هاي المستوى الانساني. ونحن بدورنا كأعضاء في السلطة التشريعية نأكد من خلال هذه دائما من عضويتنا في هذه اللجنة ضرورة أن احنا تتحمل البرلمانات مسؤولية في الدفع باتجاه اتباع الحلول السلمية واتخاذ الحوار والمصالحة لحل النزاعات والخلافات، واللي احنا نعتبره هذا نهج إلى يعني سياسة مملكة البحرين، وأيضا نهج يعني تاريخي إلى شعب البحرين المتسامح المتعايش مع كل يعني الأديان والمذاهب والإنسانية بشكل عام. جميل جدا سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائبة الثاني للرئيس مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك. أكد معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على رفض البرلمان العربي للقرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بحق المملكة المغربية، مشددا على أن البرلمان الأوروبي دأب على إتباع هذه الأداة الاستعلائية في التعامل مع قضايانا العربية على نحو يتناقض وبشكل صارخ مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ويتعارض مع أسس ومتطلبات الشراكة العربية الأوروبية المنشودة في التعامل مع القضايا والتحديات المشتركة وفي مقدمتها قضية الهجرة. جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التي خصصها البرلمان العربي للتضامن مع المملكة المغربية والرد على القرار الاستفزازي المرفوض والمدان الذي أصدره البرلمان الأوروبي بحقها، والذي تضمن انتقادات واهية واتهامات باطلة بشأن سياسة المملكة تجاه الهجرة غير المشروعة.
من جانبه قال النائب ممدوح الصالح خلال مداخلته في جلسة البرلمان العربي أن جهود ومبادرات الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بشأن الهجرة يجب أن يأخذها الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار، بدلا من إصدار قرار استفزازي بحق المغرب بشأن سياسة المملكة تجاه الهجرة غير المشروعة، مؤكدا رفضه التام لمثل تلك القرارات التي تصدر من فراد ضد الدول العربية. قدمت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عضو البرلمان العربي خلال الجلسة الاعتيادية السادسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي التي انعقدت أعمالها خلال الفترة من 22 إلى 28 من يونيو الماضي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة مجموعة من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون الاسترشادي الخاص بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في الدول العربية. وفي الجلسة الطارئة للبرلمان العربي المخصصة لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية أكدت سعادتها تضامن البرلمان العربي مع المملكة المغربية والبرلمان المغربي والرفض التام للقرار الصادر من البرلمان الأوروبي تجاه المملكة الشقيقة. وقعت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى بصفتها نائب لرئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي ومعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بروتوكول تعاون بين الشبكة والبرلمان العربي والذي جاء ليضع موضوع الأمن الغذائي في صدارة الأولويات لدى المشرعين من مختلف الدول العربية بحيث تساند الشبكة جهود البرلمان العربي في استخدام الآليات البرلمانية الكفيلة بتعزيز الموارد لاستدامة نظم الغذاء وإطلاق المبادرات للتصدي للتحديات التي تواجه تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الأمن الغذائي بالبلدان. ودعت الدكتورة الفاضل خلال حفل التوقيع الذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة يوم السبت الماضي لإنشاء مركز عربي للأمن الغذائي وشبكات إقليمية للأمن الغذائي مؤكدة ضرورة مضاعفة الجهود من أجل رفع المؤشرات العربية في تحقيق نسب الأمان بالأمن الغذائي لحماية المجتمعات من إخطار وخطر تهديد سلامتهم الصحية والبيئية والاجتماعية وتشكيل تحالفات مستمرة للتغلب على معوقات التي تحد من رفع نسبة الاكتفاء الذاتي بين مختلف البلدان. شارك وفد من مجلس الشورى في حفل ختام البرنامج برنامج دبلوم الدبلوماسية البرلمانية العربية الذي تم إعداده من قبل البرلمان العربي، وشارك فيه برلمانيون وأعضاء مجالس تشريعية في عدد من الدول العربية إلى جانب مسؤولين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية، حيث أقيم حفل الختام في العاصمة المصرية القاهرة برعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وبحضور معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. وضم وفد مجلس الشورى أصحاب السعادة الأعضاء الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، السيدة سبيكة خليفة الفضالة، الدكتور بسام اسماعيل بن محمد والسيد رضا ابراهيم منفردي، ومن الأمانة العامة للمجلس الدكتورة فوزية يوسف الجيب الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث. وحضر وفد مجلس الشورى الجلسة الطارئة التي عقدها البرلمان العربي والتي خصصها لبحث قرار البرلمان الأوروبي بشأن قضية الهجرة في المملكة المغربية الشقيقة، وتشرف الوفد بتكريم من معالي رئيس البرلمان العربي وذلك ضمن الوفود البرلمانية التي حضرت جلسة البرلمان العربي. اختتمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية فعاليات البرنامج التدريبي للموظفين المعارين بمكاتب السادة أعضاء مجلس النواب، هدف تعزيز مهارات وقدرات الموظفين المعارين العاملين لدى أصحاب السعادة النواب للقيام بمسؤولياتهم والإلمام بمهامهم الأساسية، حيث تضمن 7 ورش عمل تدريبية فنية وإعلامية قدمها نخبة من المختصين والأكاديميين، حيث تناولت الورشة الأولى التي قدمتها الإعلامية هي
هي القاسم صناعة المحتوى الإعلامي للنائب، وقدمت الورشة الثانية الأستاذة ليلى الملا والتي كانت بعنوان الإدارة الاحترافية لمكتب النائب. أما الورشة الثالثة فكانت حول الهوية البصرية لمجلس النواب، قدمها أحمد الزاكي من إدارة الاتصال بمجلس النواب، فيما قدمت الدكتورة لولو بودلامة الورشة الرابعة والتي كانت بعنوان بروتوكول العمل مع النائب. أما الورشة الخامسة فقدمها المستشار القانوني الدكتور وليد المصري، ودارت حول صياغة المذكرات والأدوات البرلمانية، فيما جاءت الورشة السادسة بعنوان مهارات التواصل مع الأمانة العامة لمجلس النواب، وقدمها كل من حسن حرم رئيس قسم شؤون النواب، ولطيفة حمادة القائم بأعمال رئيس قسم دعم النواب بإدارة شؤون ودعم النواب بالمجلس، فيما جاءت الورشة السابعة والأخيرة بعنوان مهارات التصوير والتي قدمها المصور جان البلوشي. وللحديث أكثر عن البرنامج التدريبي للموظفين المعارين بمكاتب السادة أعضاء مجلس النواب، معنا على الهاتف الأستاذة شذا أبو الفتح رئيس قسم التدريب البرلماني. أستاذة شذا، لو تحدثينا أكثر عن أهمية نتائج ومخرجات البرنامج التدريبي. أسعد الله مساءكم بكل خير. بداية أشكر تلفزيون البحرين لإتاحتهم هذه الفرصة للحديث حول هذا الموضوع الخاص ببرنامج المعارين لأصحاب السعادة النواب. بحسب توجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب الموقرة والمتابعة الحثيثة من سعادة المستشار راشد محمد بنجمة الأمين العام الموقر، نظم مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالأمانة العامة لمجلس النواب وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية هذا البرنامج، والذي يعتبر من المحاور المهمة في خطة التدريب والتطوير للعام 2021، وذلك بهدف تعزيز مهارات وقدرات الموظفين المعارين العاملين لدى أصحاب السعادة النواب للقيام بمسؤولياتهم والإلمام بمهامهم الأساسية، نظرا لأهمية الدور الذي يقومون به في تسهيل أعمال مكتب النائب. حيث تم إعداد برنامج متكامل من 7 دورات تدريبية على مدى 2، وتم مراعاة الدقة والاحترافية من حيث اختيار مواضيع الدورات واختيار نخبة من المدربين المتخصصين والأكاديميين لتلبية الاحتياجات التدريبية اللازمة لتنمية مهارات المعارين. وطبعا شمل البرنامج العديد من الدورات والمواضيع، منها الإدارة الاحترافية لمكتب النائب، صياغة المذكرات والأدوات البرلمانية، صناعة المحتوى الإعلامي للنائب، وأيضا مهارات التصوير الاحترافي، كذلك موضوع بروتوكول العمل مع أصحاب السعادة النواب، وأخيرا موضوع الهوية البصرية لمجلس النواب، وموضوع مهارات التواصل مع الأمانة العامة. طبعا كل هذه المواضيع حققت نتائج رائعة التمسناها بداية من خلال التفاعل الكبير بين المعارين المشاركين والمدربين المختصين في البرنامج، والذي نأمل بعد انتهائه أن يكون الموظف المعار قادر على أن يقوم بمهامه ومسؤولياته في مكتب النائب بكل احترافية بإذن الله تعالى، خدمة لأصحاب السعادة النواب لتسهيل أداء مهامهم التشريعية والرقابية لما فيه من مصلحة للوطن والمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة. نعم أستاذة شذا أبو الفتح رئيس قسم التدريب البرلماني، شكرا جزيلا لك. وبهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله.